القرنبيط طاجن باللحمه المفرومه، وممكن تعملوه بنفس الطريقه بدون لحمه. هنستخدم قرنبيط زهرات صغيرين مسلوقين في ميه فيها كمون عشان نفخه البطن، وفيها معلقه من اللبن البودره علشان خاطر الريحه بتاعه السلق ما تضايقكوش جوه البيت. عندي كمان لحمه مفرومه متعصجه، طبعا بصل مفروم، ملح وفلفل، قرفه وجوز الطيب، حبهان ولورا ومستكه، نزل عليهم اللحمه واتسابت لحد ما اتعصجت واستوت سوى كامل. ثوم مفروم، صلصة، بصل مفروم، كمون، ملح وفلفل وعصير طماطم، سكر، طماطم مبشورة، وبقدونس مفروم أو كزبرة مفرومة، الاتنين بيبقوا حلوين قوي معاها، مفيش مشكلة. طيب إيه اللي هنعمله؟ إحنا سبقناكوا بتعصيج اللحمة وبسل القرنبيط، يعني دول خطوتين إحنا خلاص عملناهم. هقوم جايبة معلقة من زيت الذرة، بسم الله، هنزل بسم الله الرحمن الرحيم البصل، الثوم، البقدونس، الكمون، الملح، الفلفل الاسود، هقلب، هنزل عليهم السكر، الطماطم المبشورة، عصير الطماطم، القرنبيط اللي سلقناه، الباقي شيلوه في الفريزر ينفع كل وجبات تانية. الصلصة خلاص، انا عصير الطماطم تقيل ما شاء الله فمش هحتاج. العصاج والباقي هنشيله في الفريزر برضو. مفيش متهيالي يعني اسهل ولا اسرع ولا ألذ من كده. وشكرا، بسم الله الرحمن الرحيم. اتاكد بس ان الصوص واصل كده للايه، للطاجن كله. بسم الله وشكرا، تمت المهمه بنجاح.